تعلن عن انطلاق التاكسي النهري لنقل الطلبة والموظفين، خطوة جدا إيجابية من قبل جامعة البصرة لتقليل الزخم المروري. بصراحة يمكن احنا حتى في بغداد نحتاج إلى هذا التاكسي النهري، لأنه صارت الازدحامات جدا خانقة في بغداد، وأيضا هاي التاكسيات النهرية تكون موفرة على الموظفين الوقت وأيضا الجهد اللي يعانون من عنده بالازدحامات. ممكن يكون هي وسيلة للنقل أسهل وأيضا مفيدة للجميع، خصوصا اليوم أنه إحنا في عام دراسي جديد، وأيضا يكون هو لود الدوام والموظفين، فيمكن أنه هاي الخطوة تقلل من الزخم المروري في الشوارع. خلينا نروح نشوف الخبر الثاني. الخبر الثاني هو رئيس مجلس الوزراء العراقي يطلق اسم غزة على الجسر الجديد الرابط بين الزعفرانية والطريق السريع، يعني اليوسفية والزعفرانية. ممكن أحداث غزة هي مثل ما ذكرت قبل قليل أنه هي خلت فد ندبة وفد حزن بقلوب كل العرب اللي عندهم إنسانية عالية. نشوف أنه كثير من الفنانين هم غنوا لغزة، كثير من رؤساء الدول هم دعموا غزة، وأيضا نشوف كثير من الشعوب أيضا قدمت المساعدات لغزة، ومنها العراق يعني أول الشعوب اللي بادرت بهذا الشيء وخلت يعني أكو فد لغة تواصل، وايضا لرفع معنوياتهم مع المواطنين الفلسطينيين. وايضا اليوم تسمية شارع بغزة هي تخليدا لهذه الدولة العظيمة، وايضا تخليدا لارواح الشهداء اللي سقطوا للاسف تحت القصف الاسرائيلي. خلينا نروح نشوف الخبر الثالث. هو أيضا عن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني يوجه وزارة المالية بدفع مستحقات حقوق منتخبنا الوطني، وأيضا لدعم كرة القدم، وأيضا عرضها على الجمهور مجانا. اليوم سيد الشاع السوداني هو قدم يعني طلب إلى وزارة المالية بدفع مستحقات المباريات للمنتخب الوطني. بالإضافة احنا كنا نعاني في كل العراقيين كلهم يعانون من هذا الموضوع، الناس اللي ما عندهم اشتراك على الدوري الرياضي ما يقدرون يشوفون اللعبة للأسف. لكن اليوم السيد محمد الشاع السوداني قرر انه يكون النقل للعبة مجانا لكل الجمهور، من اجل انهم يشوفون بلدهم ويفتخرون ببلدهم وايضا بمنتخبهم الوطني. وبالاضافة الى هذا الشيء، وايضا اضافة جدا مهمة بصراحة، انه اللعبة تكون في البصرة على ارض البصرة الفيحاء في المدينة الرياضية، فبهذا الوقت لازم يكون انه اليوم الجمهور العراقي كله يشاهد اليوم لعبة المنتخب الوطني. مشاهدين الخبر، خلينا نشوف الخبر الأخير. الخبر الأخير هو حول مديرية المرور العامة تفعيل الكاميرات الذكية بأربع تقاطعات في بغداد. هي يمكن ذكروا أنه تقاطع مول النخيل، وأيضا تقاطع ملعب الشعب، وتقاطع هذا الموضوع لازم نكون شوية حذرين به، خصوصا الناس اللي يسوقون، لأنه هاي الكاميرات الذكية تعمل بدقة جدا عالية، بحيث أنه هي تصور كل المخالفات المرورية. إذا كان الشخص ملابس حزام أو الشخص اللي قاعد بصفة ملابس حزام، راح تسجل رأس المخالفات إليك، و كونون حذرين بهذا الموضوع في سبيل انه انتم ما تتراكم عليكم المخالفات وايضا تسبب لكم مشاكل. فانتبهوا انه لازم تكونون لابسين حزام الامان وتكونون اكثر التزام بتعاليم السياقة. بصراحة انه هاي خطوة ايجابية، ولانه ممكن انه هي